بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الفل والجمال على حضراتكم جميعا. لا صوت يعلو فوق صوت القمة، لا صوت يعلو فوق صوت المباراة الهامة والحاسمة ما بين قطبي كرة القدم المصرية، النادي الأهلي ونادي الزمالك. وبنقول النادي الأهلي الأول لأن هو اللي هيلبس أحمر فأبيض فأحمر، ده لبسه الطبيعي. وبنقول نادي الزمالك التاني لأنه يا إما هيغير الشورت، يلبس شورت مخالف يبقى أبيض فأزرق فأبيض، يا إما هيلبس أزرق فأزرق فأزرق أو لبني في لبني في لبني. ليه؟ لأن النادي الأهلي هو بطل أبطال الدوري ونادي الزمالك هو بطل الكونفدرالية، وبالتالي هي ديت القوانين. آسف، بطل الدوري وبطل الكاس، وبالتالي هي ديت قوانين السوبر المحلي. معلش الاتنين اتلخبطوا معايا، السوبر الأفريقي معلش، بس فال كويس، يعني فال كويس إن الاتنين إن شاء الله يبقوا موجودين ويلعبوا بعض بمشيئة الله تعالى في نهائي رابطة الأبطال بمشيئة الله. يعني كل أملي في الله هيبقى حاجة كده. كل كواليس اللقاء هناك ومعظم الأخبار اللي هناك هنتناولها بالقراءة والنقد والتحليل مع بعضينا كمان شوية بإذن الله. في جوه الحلقة مكالمة تليفونية هامة جدا من أحد الجهات السيادية لرئيس الجمعية العمومية النهاردة. إيه اللي تم فيها وإيه اللي اتقال فيها هتعرفوه جوه الحلقة مشيئة الله تعالى، بس لما العدد يكتر كمان شوية عندنا. فالنهاردة الحدث الأهم اللي فرض نفسه على الساحة ال 24 او 48 ساعة اللي فاتت هي مشكلة التذاكر. مشكلة التذاكر اللي خاصة بنادي الزمالك، واللي كان في عدد كبير جدا من المقاعد بتاعت الخاصة في لنادي الزمالك لم تحسم، او لسه ما اتخدتش، لسه ما اتحجزتش، لسه ما اتقطعتش، لسه ما حدش اشتراها، سموها زي ما تسموها. انما المشكله تم حلها عن طريق سهيل العريفي المسؤول عن الحجز التذاكر او الشركه اللي بتحجز التذاكر في دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه الحقيقه. ويمكن المشكله اللي كانت ظاهره وموجوده على الساحه ان تم حجز عدد من التذاكر ده طبقا للانباء اللي جايه من هناك، يعني طبقا لمصادرنا من هناك، ان تم حجز عدد كبير جدا من التذاكر الخاصه بنادي الزمالك حجوزات وهميه. حجوزات وهميه، يعني ايه حجوزات وهميه؟ يعني هو السيستم هناك انت تقدر تخش تحجز تذكره وعندك اسلوبين للدفع، عندك يا اما تدفع بالكريدت كارد يا اما بتدفع كاش، يا اما ديت يا اما ديت. فكل الحجوزات الوهميه اللي جت او اللي اتعملت مشيت في اتجاه ايه؟ الكاش. الكاش ده بتدفع بعديها ب 24 ساعه، فبيفضل المكان تشوفه يتقال متباع، انما هو مش متباع، هو محجوز. تمام؟ لما سهيل العريفي كلم الشركه والناس اشتكت له و الى اخره، دخل لقى ان عدد كبير جدا من التذاكر ديت، عدد كبير جدا من التذاكر ديت حجزها من مصر ومن جهات معينه، او يعني من القاهره، هنا من القاهره. فبالتالي لغى القصه بتاعت الدفع الكاش لانه بيقعد 24 ساعه، ف 24 ساعه، وبعد كده بكره هعمل نفس القصه واقعد 24 ساعه تانيه، وبعد كده بعد بكره هقعد اعمل نفس القصه واقعد 24 ساعه تالته. تيجي يوم الماتش مفيش حد اشترى التذاكر وما فيش حد راح دفع كاش، وبالتالي جماهير نادي الزمالك ما راحتش. فاطمه للموضوع دوت ايا ما كان بقى اللي كان بيعمل القصه ديت مين، مش موضوعنا ده
دلوقتي انما فطنوا للقصه دي، لغوا القصه بتاعه الدفع كاش وخلوها يدفع كريدت كارد على طول. يعني انت عايز دلوقتي التذكره، طبعا الحجوزات دي اتلغت القديمه اللي كانت المشكله اللي اتكلم فيها الدكتور مدحت العدل امبارح، وطلع رد عليه احمد مرتضى منصور بتويتر اللي احنا اتكلمنا في الموضوع دوت امبارح. وبالتالي النسب النهارده قلت لغايه الصبح، يعني امبارح كان في 40% من التذاكر المخصصه لنادي الزمالك واللي عددها 18,000 تذكره تقريبا. ليه؟ لان السعه الجماهيريه الاستاد تقريبا 40,000، تقريبا 40,000، بتشيل 2000 كده بيبقوا للاتحاد الاماراتي وللاتحاد المصري ومش عارفه للاتحاد العربي والى اخره، فبتبقى العمليه موزعه بالتساوي ما بين الاثنين. اتفضل 36,000 ولا 37,000 متفرج، تمام، بتقسم النص هنا 18,000 و18,000 تقريبا يعني طبقا للعجز والزياده. فطبعا ال 18,000 او جماهير النادي الاهلي، انتوا عارفين طبعا جماهير النادي الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله عليهم، بيسدوا عين الشمس ما شاء الله لا قوه الا بالله عليهم لما بيخشوا في حاجه اكتساح. التذاكر نزلت من هنا انتهت، خلصت الليله، ما بقاش خلاص في اي مكان اي حاجه فاضيه ولا خرم ابره حتى لجماهير النادي الاهلي علشان تذاكر كلها خلصت. اتفضل جماهير نادي الزمالك كان 40% من السيد جوده طبعا، واحنا كمان، بس هو انا بحكي ابو السيد الضرب اللي حصل، انا بحكي الضرب اللي حصل في موضوع التذاكر بتاع نادي الزمالك. كان 40% امبارح بعد ما المشكله اتحلت، النهارده الصبح كان 28%. السيد سهيل العريفي قال لك على بكره ان شاء الله الاربع هيكون 100% خلصوا، وطبعا احنا متاكدين من كده بشكل كبير وكبير جدا جدا جدا. تمام. المفاجاه بقى او الحاجه اللي تدعو الى الـ يعني الحاجه كويسه يعني من اشقائنا طبعا في الامارات، طبعا نادي الوحده بيدعم النادي الاهلي، هقول لكم بيدعمه ازاي. نادي الوصل الاماراتي، ويمكن دي حاجه حصريه لينا احنا بس، الخبر اللي انا هقوله ده او الموضوع اللي انا هقوله ده في النهارده كذا موضوع مش هتلاقوه الا هنا، الموضوع اللي انا هتكلم فيه من شويه وموضوع المكالمه التليفونيه بتاعت الجهه السياديه لرئيس الجمعيه العموميه وموضوع يخص اتحاد الكوره، ثلاث موضوعات على كيفكم، خليكم بس ايه متابعين. فنادي الوصل الاماراتي محمد الشافعي، حبيبي محمد، نادي الوصل الاماراتي بيدعم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك بعشر اتوبيسات، واقف مع رابطه مشجعين نادي الزمالك هناك في الامارات واقفه. لا مش هينفع مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ما يوجهوا الزملكاويه طبعا ما يوجهوش التحيه للوصل الاماراتي على وقفته بالمنظر ده. الوصل الاماراتي مخصص 10 اتوبيسات علشان ينقلوا جماهير نادي الزمالك من كل اطراف الامارات، اماره مار، بتتكلم بقى على دبي، بتتكلم على راس الخيمه، بتتكلم على الفجيره، بتتكلم بقى على كل الايه؟ عجمان، كل الامارات اللي موجوده، والمسافات هناك كبيره. يعني ما بين الاماره والاماره في بعض المسافات تقطع في 3 ساعات ونص. وفيها 4 ساعات كمان، يعني في راس الخيمه مثلا ابو ظبي اعتقد 3 ساعات ونص، وفي كتير جدا من المصريين هناك ما معهوش عربيه، ما عندوش سياره زي ما بيقولوها، زي ما اتقالت كده من هناك، ما فيش سياره، فبالتالي الانتقالات بالنسبه لهم هتبقى ايه صعب. بالاضافه طبعا لان ثمن التذكره الى حد ما برضه بالنسبه يعني لينا كمصريين عمال بنشتغل هناك برضه ما بتبقاش قوي في المتناول لبعض الناس، طبعا مش للكل، انما احنا بنتكلم نقول هي مره في السنه ولا حاجه هتدفع فيها 150 ولا 160 درهم اماراتي،
فبالتالي نادي الوصل علشان يحل المشاكل ديت كلها بقت فيه تذاكر بتتجاب مثلا للمجموعه بتاعت راس الخيمه، لم المجموعه بتاعت راس الخيمه في اتوبيسات وهاتهم، بتوع دبي هاتهم، بتوع مش عارف ايه هاتهم، بتوع عجمان هاتهم، وهكذا. فنادي الوصل الاماراتي الحقيقه له كل التحيه وله كل التقدير على ما يفعله مع رابطه مشجعين نادي الزمالك في الامارات. طيب الوصل بس اللي بيقوم بالكلام ده؟ لا، عندك كمان نادي الوحده الاماراتي اللي النادي الاهلي النهارده استضافه على ملعبه، واقف مع النادي الاهلي وبيقدم له كل الدعم، واقف مع النادي الاهلي، قدم درع النادي للسيد خالد الدرندلي رئيس البعثه، وقمه الترحاب من نادي الوحده الاماراتي للنادي الاهلي، وتصريحات بقى شرف لينا ان النادي الاهلي عندنا، وشرف لينا ان النادي الاهلي جالنا، و و و والى اخره، ونتكلموا غردوا بقى زي ما انتم عايزين في حفاوه الاستقبال للنادي الاهلي هناك، وفي حفاوه الترحاب النادي الاهلي هناك سواء من المصريين او من الاماراتيين. ده فيما يخص الانباء عن ناديي الوصل وناديي الوصل والوحدة.